وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا هاتفيا الأستاذة علا الشفعي رئيس تحرير اليوم السابع. يعني أستاذة علا، بعد التحية، كيف قرأت تشكيلة الحكومة الجديدة؟ وأيضا ماذا عن انطباعك للاختيارات التي وقعت على الوزراء الجدد وكذلك الإبقاء على بعض من العدد من الوزراء؟ في البداية برحب بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. شوفي، هو يعني بداية تشكيل الوزاري كان فيه العديد من المفاجآت، منها ان في عدد من الشباب سواء يعني موجودين في هذه الوزارة. نعم. تمثيل المرأة موجود في الوزارة بشكل جيد الى حد كبير. بشوف ان الفترة الجاية الحقيقة بتحمل العديد من التحديات لمجموعة العمل اللي هتشتغل في وزارة الاستاذ مصطفى المهندس مصطفى مدبولي. التحديات دي بشوف ان هي تحديات الحقيقة ضخمة جدا في الفترة المقبلة. كل وزير لديه العديد من الملفات اللي يجب ان هو يتم العمل عليها فورا لصالح المواطن. صحيح. واعتقد ان الحقيقه ان شعار الحكومه 3 يوليو، انا سميتها حكومه 3 يوليو لان هم حلف اليمين في هذا اليوم، هو مش يعني انا بشوف ان هو مش من باب المصادفه ان يكون حلف اليمين في يوم زي يوم 3 يوليو. صح. هي وزاره قدامها فعلا تحديات كبيره للغايه جدا على المستوى الاقتصادي. نعم. تحديدا المستوى الاقتصادي، مستوى ان يكون في رضا عن اداء الوزارات المختلفه، كمان دور البرلمان في الفتره المقبله امام تشكيل هذه الوزاره، عن محاسبه الوزراء في مجال في الوزارات المختلفه. الملفات مطروحه مفتوحه، ملفات لها علاقه بالاسعار، لها علاقه باسمه الكهرباء، لها علاقه بالعديد من الامور اللي يجب ان يكون فيها حلول واضحه، حتى لو بمنطق ان في خطه واضحه بتتقال للناس. مستوى الاداء كمان لازم يتعلق مخاطبه المواطن البسيط عشان يفهم الظروف الاقتصاديه. احنا كلنا مدركين، ان الظروف الاقتصادية دي مسألة مرتبطة كمان بظرف وإطار سياسي، انا دايما بسميه كده او بوصفه ان هو ظرف سياسي نادر التكرار على مستوى الاحداث الإقليمية اللي حوالينا. صحيح. فده احنا في تداعيات كثيرة جدا، احنا دي اثرت على الاقتصاد وعلى نسب التضخم في الفترة اللي فاتت، بداية من أزمة كورونا، بداية من حرب اوكرانيا، وصولا الى ما يدور على الحدود سواء على في غزة وفلسطين، سواء في السودان، سواء في ليبيا، سواء في البحر الأحمر. فإحنا أمام ظرف إقليمي نادر للتكرار. كل ده بشكل أو بآخر المواطن البسيط يعني ممكن يبقى هيستوعب ده، هيفهم إن في أزمة كبيرة جدا حوالينا، وده اللي منعكس على الأداء الاقتصادي. ولكن الحقيقة إن في الآخر هيفضل هم المواطن البسيط هو أكله وشربه وكل الخدمات اللي بتقدم ليه. صح. عشان كده هو دي تحديات هذه الوزارة. صح. أتمنى إن الوزارة تكون على قدر من التحديات، تكون مجموعة العمل الاقتصادية عندها رؤية واضحة لكل الملفات المطروحة والمفتوحة الحقيقة بقى لها فترة. أما الوزراء المستمرين فهو ده نوع من تجديد الثقة في أدائهم وفي وجودهم في وزاراتهم المختلفة. يعني بذكر المرأة في كلامك أستاذة علا، المرأة كان لها نصيب الأسد في التشكيل الوزاري الجديد، يعني ممثلة بأربعة وزيرات، كذلك كانت حاضرة بقوة في تشكيل المحافظين سواء كمحافظة أو نائب للمحافظ. يعني كيف ترى أو ترين ذلك؟ شوفي، انا يعني انا الحقيقه من اهم الملامح التشكيل هو فعلا تمثيل ووجود المراه والشباب. وجود المراه انا بشوف ان انت هنا فكره انك تنمي كادر، كنت بقالنا فتره ما فيش فكره الكوادر. ان احنا بنشتغل يبقى عندنا صف ثاني وثالث ويتم تاهيلهم، بشوف ده شيء مهم جدا من مميزات هذا التشكيل سواء على مستوى المحافظين ونوابهم او في الوزارات. وده شيء مهم للغايه، ان المفروض يكون عندي جيل بيسلم جيل او كادر بيسلم كادر. صح. بالمعنى ده بياخدوا خبرات، بيحتكوا بالواقع اللي حاصل، فده هنا بيتشكلوا. فيكون اما بتيجي تختاري بعد كده في اي تشكيل وزاري جديد او محافظين جدد، فبيكون الاختيار اسهل لان بالفعل انت خلاص ربيتي الكوادر دي. وده شيء مهم جدا في هذا التشكيل، اتمنى ان التجربه توفق ويكتب لها النجاح. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالفعل بضخ دماء جديده تحقق تطلعات الشعب المصري او على امل تحقيق تطلعات الشعب المصري. يعني برايك هذه الوجوه الجديده الشابه، هل هي تكون قادره بالفعل في الفتره القادمه في تقديرك على ابرز الملفات التي تتصدر عمل الحكومه بالتشكيل الجديد، خاصه الملف الاقتصادي كما ذكرنا؟ شوفي، انا يعني لا، الحقيقه سيادته سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مدرك تماما ان المجتمع 65% منهم شباب.
فعشان كده اختيار الكوادر الثانيه او الصف الثاني او عدد من الوزراء سنهم يعني اقدر اقول في سن يعني النضج، انا هسميه نضج لانه في ناس منهم في الاربعينات وبدايه، فهو في سن النضج هنا. فانا بشوف ان ده مهم ورساله واضحه جدا للشباب، رساله واضحه مبدئيا ان في امل ان انت لو بتشتغل على نفسك كويس ممكن تكون في منصب كويس. الرساله الثانيه الاهم ان الوزراء الصغيرين او سنهم كشباب يعني يكونوا منفتحين وعلى تواصل دائم مع الاجيال. اهم حاجه الحقيقه في اي مسؤول يقول ان يكون بيسمع كويس. يعني انت هتروحي وزاره، اي وزاره هي مشكله قطاعات كبيره وكبيره، وممكن بعض الوزارات يكون فيها حاله من التكلس. الروح الشابه دي ممكن تؤدي الى اللي هو الاحتكاك ده، ممكن شويه انا هسميه لو قلت انجاز التعبير العام الدارج نفضه احنا محتاجينها، على اساس يكون ايقاع الوزير الشاب او صغير السن هو سريع. نفس ايقاع الشارع. يعني انا كمان ده مهم بالنسبه لي. والحقيقه اهم حاجه عند اي مسؤول ان هو يكون بيسمع وبيشوف كويس، يشوف هموم المواطن ويسمعها، وبقدر كبير يبقى عنده رؤيه ووجهه نظر للتغلب على هذه العقبات او الملفات. بجد الحقيقه رضا الشعبي ووجود ان احنا نسمع المواطن ده شيء بقى مهم جدا. واحنا يمكن حتى في قنواتنا وفي كله في او في مواقعنا والجرايد بنشتغل على مطالب المواطنين نفسهم، هم عايزين يشوفوا ايه في الفتره الجايه من الوزاره الجديده. اتمنى ان الوزراء اما يستقروا في وزاراتهم يجمعوا هذه المواد ويبتدوا يقروها ويدرسوها بعنايه، عشان كمان يبقوا على نفس الخط مع المواطن اللي في الشارع. ده مهم جدا الفتره اللي جايه. المجموعه الاقتصاديه كما ذكرنا ايضا شهدت وجوه جديده بالكامل، يعني قراءتك لذلك وانعكاسها على التحديات الاقتصادية هي ملفات تورث مع الوقت وأزمات ومرحلة دقيقة جدا أستاذة علا. يعني كيف ترين المشهد ومشهد الوجوه الجديدة في الملف الاقتصادي تحديدا؟ هو بالفعل زي ما كنت بتكلم مع حضرتك في الاول ان الظروف كلها سياسيا واقتصاديا الظرف نادر في تكراره بالشكل ده. صح. ما حصلش ان المساله كانت يعني مش عايزه اقول عشان بس ما نبقاش كمان احنا مش عايزين نقول ان ما فيش امل، لا هو في امل لو في وجهه نظر واضحه، لو في المجموعه الاقتصاديه بيكون عندهم رؤيه لما هو مقبل، الخطط المشروعات شكلها هيبقى عامل ازاي، الانفاق والتوفير هيبقى شكله عامل ازاي، وزاره الماليه عندها مجهود هتبذله بشكل مختلف، الاستثمار، التخطيط، التكامل هنا في الرؤى، عشان ما يبقاش كل وزير كانه هو بيعزف كده لوحده، لا يبقى في تكامل لرؤيه يتم تطبيقها للخروج من العثرات الاقتصاديه. هو ده بالنسبه لي هو الاهم، ان يكون هذه الوزارات يكون بيجمعها رؤى موحده. نعم. عشان يتم انجاز خطوات فعليه وايجابيه ينعكس مردودها على المواطن ونفع على الشعب. صحيح صحيح. هو ده الاهم. الاستاذه علا الشافعي رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا لك.